عباد الله، بالحسبة وأتنزل، كم هو احتمال أن يكون كثير من السامعين وأنا منهم، كم هو احتمال أن يكون أو يصير أحدنا ملكا؟ ولا أقول غنيا ثريا، وارد الغنى، إنما ملكا كم هذا الوارد أو الاحتمال؟ يكاد يكون صفرا، كذا في 100 مليون. مثلا ترون الأمة العربية زيادة على 300 ألف، أكم ملك؟ فهذا هو القياس إخوان، تأخذ حظك في واحد من هؤلاء، واضح؟ أو في الأرض. إنما كما علمت احتمال أن تكون ملكة دون احتمال أن تكون ثرية قليل، كما تشتهي قليل. اسمع، احتمال أن تدخل الجنة وتدخل ملكا عظيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، احتمالها كما قال عليه صلوات الله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. واضح؟ فاحتمال أن يدخل المؤمن الجنة فوق 100، احتمال أن يدخل المؤمن الطائع القائم بالفرائض الممسك عن الحدود، احتمالها فوق 100 يقينا، صدق الله وصدق المرسلون. واضح؟ ما بينك المؤمن وبين أن تدخل الجنة إلا أن تقبض، ليس إلا. واضح عباد الله؟ وخير عملك الصلاة، وأقيمت الصلاة لذكر الله، وأمسك عليك لسانك، واتق الله تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس.